طيب طيب، قضية وأزمة أسوان، وهذه القضية الجديدة القديمة والتي يعاد فتحها كلما حدثت حادثة سواء قد كده أو سواء كبيرة، وامبارح الاعتصام أمام الماسبيرو للمرة الثالثة أو الرابعة، إيه اللي هنوصل له في هذا الموضوع؟ هل قانون دور العبادة الموحد هل هو الحل الوحيد، ولا في حلول تانية ولماذا لا يتم اتباع أو تنفيذ هذه الحلول؟ خليني اسالك سؤال. وتفعيل القانون لحد خليني اسال سؤال. اتفضل يا فندم. ايه حكايه بين قوسين كده الفتنه الطائفيه اللي عماله كل شويه تطلع لنا من حته ما كانتش بتطلع قبل كده؟ ده صحيح. يعني ايه الحكايه؟ دي نمره واحد. ده مش معناه ان احنا عايشين في اجواء مؤامره، بس خلينا نسال نفسنا ايه الحكايه؟ نمره اتنين، احنا في المجلس في اول شهر سبتمبر، في اوائل سبتمبر، طلعنا بيان حذرنا فيه ان في مشكله في المنطقه دي. البيان ده تقريبا كان يا 8 9 يا 7 9 حاجه زي كده. وقلنا في مشكله في المنطقه دي وخدوا بالكم والحكايه والروايه. فعلا اتحركت الهيئات المعنيه وقدروا يستوعبوا الامر في وقتها، بس واضح ان هم استوعبوا الامر في وقتها مش يستوعبوا المشكله. واضح ان هم الحل وقت بالطريقه التقليديه المصريه بتاعت اخلص من الموضوع دلوقتي وريح دماغك، مش حل حقيقي وحل جذري للمشكله. ومش الحل المسلم المسيحي يسلموا على بعض. انا مش هخش في تفاصيل، انما هيتكرر الامر كتير، وده خطر، وفي الانتخابات اخطر طبعًا. وفيما بعد الانتخابات اخطر واخطر. احنا مش بنتكلم على صراع، ولا بنتكلم على خلاف سياسي، ولا بنتكلم على صراع طبقي او اجتماعي، احنا بنتكلم على فتنه بين شعب. ده صحيح. وشيء مزعج ان حد يطلع يقول لي الاخوه الاقباط. يعني ايه الاخوه الاقباط؟ هو احنا بنقول الاخوه المسلمين؟ لا، يعني انا مش فاهم. او حد يطلع يقول بعض مش ايه الصياغات اللي بتثير الشك في الرغبة في تكريس فكرة الطائفة داخل المجتمع. ده شيء مزعج ومرعب. بشكل عام احنا محتاجين تطبيق القانون. هي جملة سيادة تطبيق، مش سيادة القانون. كانت مشكلة نظام السابق انه لم يكن معني بتطبيق القانون. لا فعلا يا فندم، بالذات في قضية الصراعات اللي بنقعد او الخلافات اللي بتحصل من النقطه، عفوا مش صراعات، الخلافات اللي طب ليه ما تمش تفعيل؟ كنا معتمدين على فكره التصالح والقعاد مع بعض، ده ما بيحلش حاجه يا اخوانا. القانون على دماغ الناس بالزبط. هنا او هنا القانون على دماغ الناس. انا عايز تعليقك على هذا الموضوع. المحافظ ضربه محافظ سياسي، ها محافظ عمل اخطاء بالغه بالنسبه للنوبه، ولسه ايوه امبارح قال دول بتاع اجنده اجنبيه وبتاع رجل غير حصيف. ثم عجينا في مشكلة إدفو برضو لخبط ولبخ وكده وبتاع، رجل ما عندوش رؤية سياسية وحنكة سياسية. المسألة عايزة حنكة سياسية وعايزة تطبيق القانون. أنا عايز أقول بس للناس اللي رايحين يهدوا ده، أنت صفتك إيه؟ مش عايز أغلط، بس صفتك إيه رايح تهد أنت الموضوع؟ الراجل بتوع الكنيسة دول مخالفين، أيوة على عيني وراسه، يصدر امر من الحكومه، الدوله بالظبط، هيبه الدوله اللي راحت، ها كل واحد ماسك شاكوش ورايح يكسر، قالوا يحرق بيوته. ايه الاجرام ده؟ ايه الاجرام ده؟ يعني ازاي انت تقبل وقلبك يجيبك ازاي انك مواطنك تحرقه وتضربه وتعذبه وتعمله؟ لا، وتفعيل قانون الطوارئ موجود للثوار بس يا فندم، مش موجود لا اي حاجه. لا، هو انت هذه الحادثه وما قبلها ما ينفعش فيها تبوس اللحى. لا خالص. كل سنه طيب واحنا حبايب ونزعل، باي باي سعيده وكل سنه طيبين، ما حدش بيتعاقب. لا. ولذلك المطلب امبارح، احنا عندنا لجنه اسمها لجنه العداله والمساواه، مشكلها السيد رئيس الوزراء، كان مطلبين اساسيين. المطلب الاول هو ان السيد المحافظ يستريح، يستبدلوه براجل اكثر حصافه منه. الحاجه الثانيه ان كل من يعني عنده كنيسه من غير تصريح او اماكن عباده يصرح له بهذا. ونرجع الى التراث الاسلامي بقى، اللي بقى عامل فيها يعني متدين قوي، لا نرجع للتراث الاسلامي وازاي بيتكلم على دور العباده بتاع الناس. يا فندم يعني لا، اصل دول بيتكلموا عن الاسلام لا بصوره خاطئه تماما. دي مساله حاسمه، ومن ارتكب جرما من الطرفين يحاسب عليه طبعا. طيب احنا عايزين بقى نرجع لحاجه مهمه جدا، وهي انا بس عايزه ارجع لقانون الغدر، معلش، او العزل السياسي. بس انا بس عايزه انقل ان في مؤتمر حصل للفلول في الصعيد، ده بالظبط نص البيان، واللي هددوا بقطع خطوط القطارات والطرق السريعه في حال تفعيل قانون الغدر. تعليق حضرتك ايه؟ في اعضاء حزب سياسي يبقى بلطجي؟ يعني مش كفايه اللي عملوه؟ لا، ده رد صريح وواضح. طب يعني انا بقى بطالب بالسيد رئيس الوزراء ووزير الداخليه بان هو يحولهم على
قانون الطوارئ اللي عاملينه ده ويعاقبهم على هذا، لان تعطيل الناس ده ما ينفعش. ده تهديد للشعب المصري واضح وصريح. هي بلطجة يعني؟ ده حزب سياسي ولا بلطجيه؟ في فرق بين البلطجيه والحزب السياسي. لما تروح تقطع الطريق تبقى بلطجي. الله صحيح. وانت مين انت؟ ما انت عايزين نشوف تاريخك. ها يعني الاخ بتاع امن الدوله السابق ده اللي عامل فيها زعيم دلوقتي، يا ما عذب ناس ويا ما ضرب ناس، يسكت ويتوارى خجلا، عيب كده. ما يا فندم ازاي بنرجع مره تانية وبننافق الثوره وبنقول احنا اللي عملنا الثوره واحنا سعيدنا؟ يعني الاحداث كثيره قوي والايفنتس كثيره قوي، ومن ضمنها برضو تقرير البنك المركزي اللي صدر يوم الاثنين اللي فات واللي جاء فيه تراجع الاستثمار الاجنبي، خسائر البورصه، ارتفاع اجمالي رصيد ديون مصر الداخليه والخارجيه لاعلى مستوياتها، وصل مش عايز اقول رقم من كتر ما هو كبير، 1254 مليار جنيه. ايه احنا وصلنا لفين؟ الدكتور برادعي صرح تصريح امبارح قال ان احنا مصر مهدده بالافلاس ست شهور. انا عايز اقول لك بقى حاجه مهمه، انا قلت للسيد وزير الصحه امبارح هذا الكلام. اسوان قافلين المتحف النوبه لمده 3 ايام، قطعوا طريق وادي الملكات مره، عايزين يقفلوا معبد ابو سمبل السياحه. فكان السياحة اشتغلت في سبتمبر كويس قوي، وفي أكتوبر ابتدت تنتعش، نوفمبر لغوا كل الحجوزات المعمولة. الله فين الدولة؟ نايمة فين؟ في حاجة اسمها أقفل المتحف وهو أهم متحف في أسوان؟ اسألوا بقى المحافظ الهمام ده اللي عامل فيها أبو علي ده إزاي يعني هو محلش المشكلة. لا والرسالة كمان اللي كانت موجهة من مصر للطيران إيه كفاءته للمتمسكين بين اليابان؟ كفاءته إيه ده؟ كفاءته إيه؟ عنده أخطاء بالغة. متهيألي إنه لو اتقال يلا انتخابات أدي القانون، بس تبقى الناس تبقى موافقة، مش يلا انتخابات بمعنى إنه يتفرض علينا او يتفرض على الناس حاجه معينه. لو حصل ده واتقال يلا انتخابات والناس دخلت في الانتخابات بجديه شديده وحصلت انتخابات احنا متوقعين ان تكون انها صفه النزاهه بنسبه عاليه نسبه عاليه لا 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 ما هو اصل ده موضوع تاني يطول شرحه، هي الانتخابات خلاص حكم عليها خلاص، ده موضوع تاني يعني. انما بنسبه ما محترمه تطلع نتائج انتخابات كويسه ببرلمان بنسبه عاليه كويسه، اعتقد ده يستعيد مره ثانيه او يبدا مره ثانيه في استعاده عجله الاقتصاد والاستثمار، بس نخرج من حاله الارتباك اللي احنا في دوامه وانعدام الثقه سيولة. غير الحاله دي عامله زي الدوامه، احنا عاملين نلف في مكاننا وكلنا بنزق العربيه من نفس من كل الاتجاهات بدون وجهه، والعربيه ما بتتحركش. وانعدام الثقه يا فندم، احنا بنخون كل حد دلوقتي في مشكله، يعني كل الناس بنخونها وكل الناس اجندات وكل الناس ليها تمويل خارجي وكل الناس ليها حاجه معينه. لازم نخرج من الحاله دي بطريقه او باخرى بدرجه او باخرى. طب ما احنا نروح لمين بقى يا فندم؟ يعني احنا نروح لمين؟ نروح للشعب هو اللي يحسم. ميدان التحرير موجود، نروح للشعب ومش هنسيب ميدان التحرير. بالعربي كده ها، يعني كل يوم جمعه احنا مش سايبين ميدان التحرير والمطالب ما نحقق المطالب بتاعتنا. ويمكن في المفروض الجمعيه الوطنيه للتغيير بتدعو للمليونيه هتكون موجوده يوم الجمعه اللي جاي عشان الاعتراض على البيان وعشان استرداد مره تانية الثوره للشعب. أنا بعد المطالب هتكون ايه يا فندم؟ انا بعد ما اسيبك على طول رايح اعمل مؤتمر صحفي لكل القوى الوطنيه والجمعيه الوطنيه عشان نقول مطالبنا. مطالبنا هي القيمة النسبية المطلقة، إلغاء حالة الطوارئ، عدم تقديم العسكري المدنيين إلى القضاء العسكري، قانون العزل السياسي، التطهير في المؤسسات، لأنه الترهل الموجود ده. واحدة ست غلبانة جات لي امبارح قالت لي شوف وزارة الزراعة بتاخدوا مكافآت قد إيه الخبراء اللي موجودين هنا. جمعنا المبلغ بياخدوا مثلا أقل من 50,000 جنيه في الشهر، شوف في السنة يبقى كام. قاعدين يعملوا ايه دول؟ واسمهم مستشارين. قاعدين يعملوا ايه؟ بشغلتهم ايه؟ ده انت ممكن وزاره الزراعه دي شغالها 3-4 انفار بس عندهم اراده سياسيه وعندهم وطنيه عاليه. طب انا مش حاسس ان احنا باك تو سكوير 1؟ نعم. مش حاسس ان احنا باك تو سكوير 1؟ يعني احنا بنرجع مره ثانيه اللي قلت في الاول اقول ثاني؟ يا معلش. مبارك بشرطه. طيب خبر مهم جدا، خبر مهم جدا برضه، هو كان المفروض ترشيح اسماء محفوظ و6 ابريل ووائل غنيم، وخبر ترشيح الكاتب علاء الاسواني لجائزه نوبل هذا العام. انا عايز ارشح حازم. يا عايز بقى في راجل كبير مشجعي النادي المصري اسمه الصرصار، عايز ارشحه لجائزه نوبل. هو في ايه؟ الشعب المصري اللي ترشح. مش معقول. الشعب هو ده الرد؟ طبعا هو ده الرد، لان الشعب المصري هو صاحب جائزه نوبل. بالظبط. مش اي حد فرض فينا خالص. حتى ضد شخصيه هذه الثوره. الشعب اللي استحمل، ما هو بيدوها لحاجات اعتباريه، شخصيه اعتباريه. الشعب المصري ياخد جائزه نوبل السنه دي. طب هل ممكن الجمعيه كفايه او جمعيه الوطنيه للتغيير او اي جمعيه من القوى السياسيه تطالب بدايه تطلع بقرار او بيان بيطالب
الهيئة المنظمة لجائزة نوبل اللي هي تبقى جائزة النوبل للشعب المصري. احنا مش في مصر يا استاذ. الهيئة الدولية دي ليها آليات وليها تمام ليها ممكن توجه ليها. وانا اعتقد رسمي. وانا اعتقد محدش عارف مين المرشح لغاية دلوقتي الان دي من اسرار الجائزة. فكل ده كلام فيرتشوال مش ملوش اي اساس. احد شروط الجائزة دي على فكرة عدم اعلان اسماء المرشحين ليها. بالظبط دي قواعد من قواعد معروفة يعني. الاخبار دي طالعة زي التسريبات والصحافة وكده يعني. الصحافة عندنا جميلة. دي البنت صاحبيها بتكلمني في التليفون بتقول لي الانبا جورج. قلت لها انبا عملتني انبا بنسبة ايه اللي انا فيها دي. طيب ختاما يا فندم يعني انا مش يعني فعلا يعني حاجه مش معقوله يعني. بص يا شريف في تدني في الاداء في كل مجالات مصر والمحافظ نموذج لتدني الاداء يعني اقول ايه تاني. طيب ختاما يا فندم عايزين نتكلم هو بشكل عام بقى احنا رايحين على فين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لو حضرتك معني بهذا الامر. استاذ احنا في مرحله انتقاليه وكل الذي يحدث الآن هذا مقبولا وأنا مش خايف منه أبدا إطلاقا لأنك أنت عملت سونامي ها؟ فجيت خلت شلت كل الزبالة وشلتها. السونامي المية بتاع اللي عمل السونامي دي رجع إلى مجراه فواخد بقى العربيات الجربانة والبيوت المكسرة والمنيلة والكلام مش عارف إيه واللي ظهر واللي عمل رجع إلى مجراه الطبيعي. لما ترجع إلى مجراه الطبيعي مصر هتقف على رجليها في خلال 5 سنين. حضرتك تعليقك؟ لا تعالي انه التجارب التاريخية كلها بتأكد ان مفيش عجلة بتلف وبترجع صح يعني ف لا لا يقينا هتلف بس طبعاً. امتى ازاي فين ممكن تطول ممكن تقابل مشاكل عثرات بس العجلة بتلف مستحيل ترجع يعني. بس انتوا بقى كجيل صغير اوعوا تحبطوا ولا كده. لا ما كنت لسه هقول لحضرتك ولا تعملوا الحاجات دي احتمالات على الاول. لا خالص. واحد طلع مصطفى بتاع حزب العدل ده مرة طلع معايا عمل فيلم عربي يقول لي الثورة اتسرقت وبتاع. طب مصطفى عيب كده ما يصحش. ادي الناس امل ما تعيطش. بالظبط يا فندم يعني مش حاجه متهيالي اهم حاجه متهيالي اهم حاجه كمان في الثوره المصريه العظيمه ان هي كسرت حاجز الخوف عند الانسان طبعًا. المصري طبعا ودي اهم حاجه واحساسه بالحريه والكرامه متهيليش ان هو هرجعه مره تانية لورا فاحنا قدام. وفعلا زي ما كنا بنتكلم في الاول ان احنا كمان مطلوب مننا توعيه اكتر للمواطنين وللشعب عن ايه هي ثوره بالزبط. وثوره بتيجي بعديها ايه وايه اللي هيقابلنا والثوره المضاده واحنا المفروض نعمل ايه الكلام ده كله. بس خلي بالك بس خلي بالك الناس غلابه جدا. ده صحيح يا فندم جدا ها واحتياجاتهم اليوميه اهم من كل الكلام اللي احنا بنقوله. ده صحيح بس لازم عشان نوفر لهم ده صحيح بس عشان نوفر لهم ده لازم طبعا. كمان يبقى احنا عايشين في دوله ديمقراطيه. انا بقول لهم بقى انا بقول لهم اللي انتوا عانيتوه السنوات الطويله اصبروا شويه عشان نعيش كلنا في. واحد سالني امبارح من الفلول قال لي انت مش عايش كويس. قلت له انا عايش كويس بس الشعب مش عايش كويس. انا مع الناس مستعدة يعني أقلع هدومي دي وديها للناس وعشان الناس تبقى سعيدة. الناس شوفي النظام والحكومة التي تسعى لا تسعد شعوبها لا تحقق له السعادة تروح ما تقعدش ولا 5 دقائق. مطالب بسيطة قوي يعني عايزين جداً. تعليم وصحة جدا مطالب بسيطة خدمت جدا وخدمات يعني حاجة والشعب المصري يستاهل. الله المستعان يا عم شريف. الله المستعان بالظبط كده. والشعب المصري يستاهل فعلا أكيد طبعا. من أعظم الشعوب. كاتب صحفي الأستاذ حازم منير رئيس وحدة الانتخابات المجلس القومي لحقوق الإنسان نشكره شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. وأيضا الأستاذ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والحركة الوطنية للتغيير. مؤتمر الصحفي بعد قليل إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق يا رب وإحنا معاكم في حزب الغد 12 ان شاء الله. نتمنى لكم توفيق واحنا معاكم ان شاء الله. شكرا شاهدينا وكده نكون زخم. كان يوم زخم جدا جدا جدا. عايز اقول الجماعات الاهليه كانت تمام معاك صح؟ الحمد لله. انا مبسوط يعني هو في الاخر بنطالب بالشفافيه وبنطالب ان يكون فعلا في يعني ما تبقاش كل حاجه مش كلهم وحشين ومش كلهم برضو هايلين. الشفافيه يعني هي اللي هتبقى مش يعني تشويه للسمعه. لا الشفافيه هي في كل حاجه في كل المجالات هي اللي هتؤدي بينا لبر الامان زي ما احنا شاهدين. بكره فريق عمل جديد وطاقم عمل جديد وهنشوف بقى الاخبار ومؤتمر الصحفي ادى الى ايه وكل ده هيكون اكيد اكيد. نهارك سعيد واحنا دايما متفائلين. شكرا.